أكثر عن المؤتمر، معنا رئيس المؤتمر الدكتور منصور ناصر الدين، نائب نقيب أطباء سوريا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح خير دكتور. بالبداية خلينا نتعرف أكثر عن المؤتمر الطبي اللي أقمتوه، شو الجديد اللي قدمه؟ يعني بداية اسمحي لي وجه لكم تحية، أنتوا أسرة البرنامج والأخبارية اللي دوما مواكبتنا ومواكبة كل النشاطات على ساحة الوطن. وقبل ما نحكي أي شيء لازم نقول يا أريج أنه أريج النصر عم بيجينا هلق من حلب، فتحية للجيش العربي السوري اللي عم بيسطر آيات بطولية على هذه الأرض الطيبة. تحية لكل فرد منهم بهذا الجو البارد اللي عم بيقوموا وعم بيحمونا. ومثل ما سمعنا بالتقرير نعم أنه نحن علينا مهمة، وأنا حكيت بكلمتي اللي حكيتها بداية المؤتمر أنه الإنسان السوري، الإنسان العربي السوري أو بالأحرى، صمد بوجه هذه الحرب الظالمة التي فرضت على سوريا الحبيبي، وبوجه الحصار وبوجه الظلم من كل دول العالم، من أغلب دول العالم، واستطاع أن ينطلق من جديد وأن يبدع، وإرادة الحياة كانت لديه أقوى من إرادة الموت التي أرادها له البترو دولار والصهاينة الأمريكيين وإلى ما هنالك. إذن نحن كما يسطر جيشنا هذه البطولات، نحن نقوم بدورنا بما هو جديد، نطور نفسنا صحيا، نطور نفسنا علميا طبيا، بهدف رفع السوية العلمية لدى الزملاء، وهذا سينعكس على المجتمع صحيا ويؤدي إلى خدمات صحية مجتمعية عالية. بالحقيقة مؤتمر الجمعية 25 إجا بعد انقطاع دام لسنوات بسبب هذه الظروف اللي حكينا عنها. كان تحدي كبير أنه نساوي المؤتمر، بتعرفي دوما بمؤتمراتنا نحن يعني بدنا يكونوا مشاركين جميع زملائنا من المحافظات، حاولنا نتواصل مع الجميع، حاولنا أنه نحشد للمؤتمر من كل المحافظات. الأهم من هيك أنه كان في عنا ورشة عمل، بورشة العمل استخدمنا أجهزة من أحدث الأجهزة اللي موجودة بالعالم، في أجهزة بعد ما وصلت لمنطقة الشرق الأوسط، أول ما فاتت لعنا على ورشة العمل. عنا خبراء محليين كفؤ وخبراء من خارج سوريا، كانت ورشة عمل ناجحة بكل المقاييس، منظمة، أدت فعالية أو عمليات نوعية لكثير من الأخوة المرضى، وكانت تعليمية تدريبية بشكل كبير للزملاء الجدد، وأضافت الكثير من الخبرة للزملاء القدامى. دكتور حكيت نقطة مهمة، هيدا المؤتمر تم إقامته بعد انقطاع عدة سنوات بسبب الأزمة، خلينا نحكي عن أهمية إقامته في هي الظروف رغم يمكن الحصار الاقتصادي، خلينا نحكي عن أهمية إقامته اليوم لمواكبة التطور العلمي اللي نحن دائما السوري بيكون من الأوائل متواجد فيه. يعني فكرة كثير حلوة، نحن بتطلعي هلق على العالم المبدعين، طلعي على أصله بتلاقيه من هذه الأرض الطيبة. أول رئة زرعت بالعالم هي لطبيب سوري، خريج سوري برا. طبعا هلق الإنسان السوري مبدع بحد ذاته، خلاق، عنده قدرة على دوما التفكير وخلق الفرص، خلق ما هو جديد. بالنسبة لنا نحن، بالنسبة للمؤتمر بالذات، فترة الانقطاع كانت يعني ظروف نقل الزملاء باتجاه كان صعب، ظروف إدخال الأجهزة كان ممنوع، بتعرفي نحن تحت حصار يعني لهلق في حصار الشركات اللي ممكن أنه يعني تتعاون كثير معنا، ممكن أنه يصير عليها حصار، فالشركات يعني أحياناً تلجأ لطرق غير نظامية مشان أنه تساعد بالتجهيزات اللي موجودة. كثير أحياناً عم بيوقف جهاز كبير على قطع صغيرة لنأمنها نحن، لأنه الحصار عم بيمنعنا أنه نأمنها. بس بحب أقول لك أنه في تعاطف كبير مع سوريا، حتى من يعني ما الحرب التي تشن علينا هي حرب حكومات مش حرب شعوب،
الشعوب كلها متعاطفة معنا وكلها بتحاول. أساسا هي الحرب تقام لضرب يمكن الفكر والحضارة والثقافة. تمام. أنا هل هدف الأساسي لها ليس فقط تدمير البنية التحتية، هي تدمير الإنسان السوري. بس هذا الرد اللي عم نكون فيه نحن بمؤتمراتنا، الرد اللي عم نكون فيه بتطورنا العلمي، عم بيخليهم يشعروا باليأس أنه لا يمكن أنه يقدروا يسيطروا على الإنسان السوري. الإنسان السوري خلاق ومبدع وقادر على الانطلاق من جديد والقيام والإبداع. بالنسبة للمؤتمر، يعني الفترة الانقطاع خلتنا نحن نكون قدام تحدي كبير، في معوقات كثير، الفترة قصيرة. المؤتمر أخذنا قرار فيه قبل شهر بس فقط، وبالتعاون مع الجمعية، إدارة الجمعية السابقة، كان لازم نساوي مؤتمر. تفاعلنا، عملنا لجنة، حاولنا نتواصل مع زملائنا بالمحافظات، أخذنا من كل مركز ممثل أو ممثلين، من كل محافظة ممثل أو ممثلين، سوينا لجنة مؤتمر وتضافرت الجهود، ساعدنا مع بعضنا وقدرنا أنه نعمل المؤتمر ونطلقه. والحقيقة بارح بعد ما شفنا الحشد اللي صار، نجاح الورش الرائع اللي أنا بدي وجه لهم تحية للكادر اللي موجود برئاسة الدكتور أيمن علي والدكتور مازن مصري زادة بمشفى الأسد الجامعي اللي كانوا مسؤولين عن الورشة، كان التنظيم رائع. الخبراءنا المحليين اللي كانوا مبدعين وكانوا يعني على سوية عالية، الخبراء اللي من برا من لبنان الشقيق كمان كانوا جيدين، بوجه لهم تحية ومنرحب فيهم. نجاح الورشة، نجاح اليوم الأول من المؤتمر، كان أكبر دليل على الإرادة الصادقة وأنه نحن لازم أنه ننتصر إن شاء الله. دكتور، يعني الجمعية السورية للأمراض الهضمية دايماً عم تسعى تكون من المواكبين الأوائل للتطور العلمي الحاصل بسوريا واستقطاب أكيد خبراء بمجالات مفيدة لحتى أكيد الكادر الطبي الموجود بسوريا يستفيد أكثر. نحكي شوي عن الجمعية وأبرز نشاطاتها. يعني أنا بقدر أحكي اليوم عن الجمعية لأنه مبارح بالليل صار انتخابات وشرفوني زملائي وصرت هلق رئيس الجمعية. مبروك. شكرا. الحقيقة كمان هاي الانتخابات بتدل على أنه هي عبارة عن استطلاع رأي على نجاح المؤتمر، فالفريق اللي كان موجود معنا نجحنا بالانتخابات الجمعية، وهلق صار في عنا مجلس إدارة جديد. بنوجه التحية لمجلس إدارة القديم اللي حاول بكل جهده، أنه بس كانت الظروف وقفت بوجهه ما قدر أنه يقوم بالفعاليات بشكل كافي. وهلق نحن إن شاء الله رح نعيد جمعية لنشاطها، جمعية رائدة، جمعية الهضمية السورية، كانت منذ البداية رائدة بمجال العلوم، بمجال كل ما هو جديد، جلب كل ما هو جديد إلى سوريا. هلق أنا بحكي لك أنه الجمعية كانت تقوم بفعاليات دورية دوما، في عنا مؤتمر سنوي وفي عنا ندوي بالإضافة لفعاليات أخرى. الجمعية شكلت مجموعات، ضمنها هالمجموعات هي مجموعات الكبد السورية اللي عملت تقريبا، أنا من الأعضاء المؤسسين فيها، عملت أكثر من 162 محاضرة بكل المحافظات السورية داخل وخارج سوريا، وهي التي أحدثت أو أوجدت التعليمات الناظمة، وهو مثل دستور لعلاج التهابات الكبد. وهذه الدساتير اعتمدتها وزارة الصحة في علاج، قبل تشكيل اللجنة الوطنية للكبد اعتمدت وزارة الصحة الجايد لاينز التي وضعته مجموعة الكبد السورية المنبثقة عن الجمعية. غير هيك عملت مجموعة كبيرة من الأبحاث على نسب التهابات الكبد عندنا، البي والسي، وهذه الأبحاث نشرت عالمياً، كانت رائدة بكل المقاييس هذه المجموعة. بالإضافة لهيك كان في عنا فرع التنظير الهضمي الذي هو أيضاً ينضوي تحت الجمعية. فرع التنظير الهضمي كمان هو من الأعضاء المؤسسين لجمعية التنظير الأوروبية، والفريق فرع التنظير الهضمي اللي أنا كنت رئيسه بدورة ونص تقريباً
قبل ما استلم مهامي النقابيه اعتذرت عن الدوره الاخيره فيه. كان رائد، كنا نحن تصنفنا مدربين بالاتحاد الاوروبي، واقمنا بال 2009 دوره تدريبيه للاتحاد الاوروبي هون بدمشق، وكان في عندنا متدربين من كل من اوروبا ومن الوطن العربي باشراف خبراء سوريين وخبراء من اوروبيين. فبالتالي كمان كان له دور رائد. كان في عندنا مجموعه الداء المعوي الالتهابي، وهذه كمان مجموعه نشطه وضعت جايد لاين لعلاج هذه الامراض. وكان في عندنا مجموعه الطب المسند بالدليل اللي نحن كثير اشتغلنا فيها. يعني هلا بيجوا بيحكوا لك انه والله انا اخذت هالعشبه الفلاني او الدواء الفلاني واستفدت به. هذا الكلام مش مقبول علميا. علميا نحن لازم نجي ناخذ مثلا دراسات مسنده، يعني في دواء معين كمثال بكل الامور تنطبق، هذا الدواء يجب ان تجرى عليه تجارب بمراكز متعدده حول العالم. في عندنا عاد شيء بسموه ميتا اناليزز، ناخذ هالتجارب هذه ومنحللها ومنشوف النتائج بكل العالم وعلى كل الفئات، وبعد تجارب عديده جدا نحصل انه هل هذا هناك دليل قوي علمي على ان هذا الدواء مفيد وليس له فيطرح فيأخذ الأبروفال أو الموافقة. على هذا الأساس نحن طورنا المجموعة هاي التطوير المهني المستمر، وأيضا قامت بفعاليات عديدة. ولكن دائما الفعاليات عم تحقق نتائج على أرض الواقع، يعني هي ما عم تكون مجرد ندوات ومحاضرات نظرية، هي عم يكون فيها أمور علمية وأيضا تجارب. طبعا بالمية مية، وأكبر دليل ورشة العمل. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي، نحن بفصل الشتاء يمكن من أكثر الأمراض انتشارا هلأ هي الأمراض الهضمية، خلينا نحكي عن أكثر الأمراض الهضمية انتشارا هلأ وشو أسباب الأساسية؟ يعني بشكل عام تحس مرض العصر صار. أي صحيح. هلق سابقا قالوا أنه المعدة بيت الداء والحمية أساس الدواء. نحن نقول أنه اختصاص أمراض الهضم له علاقة بكل الاختصاصات، فكل الاختصاصات مرجوعة إلى الجهاز الهضمي. إذا الواحد بده يأخذ علاجات دوما بده يكون الجهاز الهضمي سليم. الجهاز الهضمي يتدخل بعواطف الشخص، يتدخل يعني خليني يجيب إذا كان الواحد منفعل ينعكس على الأنبوب الهضمي، وإذا كان الأنبوب الهضمي غير مريح يتأثر الشخص. كل الأجهزة لها علاقة مع الأنبوب الهضمي. يعني لا نستطيع أن نقول أنه الأمراض الهضمية هي أمراض فصل الشتاء، لا طبعا. في عندنا الأمراض الصدرية والالتهابات أو الفلو اللي بنسميها الإنفلونزا والنزلات البرد، هي كثير منتشرة في فصل الشتاء. في عندنا بالصيف في عندنا التهابات كثير، التهابات الأمعاء أحيانا أو الإسهالات الصيفية بنشوفها. ولكن بسبب تبدلات الطقس في عندنا كثير من الأمراض الهضمية بتزداد فقط. يعني هلق سؤالك واسع جدا، إذا بنبلش بالأمراض الهضمية طويلة جدا، فأنا بقترح عليك تحددي شيء محدد. هلا بفصل الشتاء يعني احنا عم نقول من دائما بتلاقي مثلا الناس انه انا معدتي عم توجعني، في اخذ برد، في عندي مشكله، في عندي عثر هضم، فيمكن هي صارت تتردد كثير بشكل كثير كبير بين الناس. تماما. هلا الانتانات الهضميه عديده بفصل الشتاء، التهاب المعده والامعاء اللي بيصير بسبب البرد وتغيرات الطقس بعض الأطعمة اللي ممكن تكون ملوثة، انقلاب الفصول بيأثر كثير على مرضى القرحة الهضمية اللي عنده استعداد أو عنده قرحة هضمية. ما بنلاقي إنه بس يتبدل الفصل بصير في عنده هجمات ألمية، الحالة النفسية اللي بتتولد من قدوم الخريف وهيك بتأثر على الأنبوب الهضمي. يعني الأمور عديدة، بس خلينا نحكي عن شيء هام كثير اللي هو التهاب المعدي والأمعاء. التهاب المعدي والأمعاء عرض بيراجع العيادات كثير، بتصف بالإسهال والإقياء وأحيانا ألام بطنية، وأحيانا إذا كان بيترافق مع حرارة وصداع. عادة محدد لذاته، عدة أيام بيتحسن
بنعالج بشكل عرضي، إذا كان طفل ممكن أنه ضروري نعوض السوائل والشوارد ما يصير في عنا تجفاف بسبب الإسهالات. في عنا أيضا مرض اللي هو متلازمة الأمعاء المتهيجة، وهذا كثير بيكثر الأعراض فيه بفصل الشتاء بسبب التعرض للبرد، اللي هي يعني سوء بالعمل الوظيفي للأحشاء، واللي بسموه عاميا تشنج الكولون والتهاب الكولون. وبيتصف طبعا له شكلين، في عنا شكل مع أمساك، وفي عنا شكل مع أسهال، وفي عنا شكل بيتبدل فيه بين أمساك وأسهال. أحيانا كثير بيكون في عنا آلام بطنية، بيكون في عنا نفخة، بيكون في عنا عدم تحمل هضمي بنسبة قليلة، أحيانا غثيان. هذه الأعراض عادة تنام مع المريض، يعني في حال المريض نام ليلا لا توقظ المريض ليلا، هذه الأعراض تزول عادة بالتغوط أو إخراج الغازات، بتخف كثير الأعراض. يعني يمكن أعراض كثير طبعا، يعني مجال كثير واسع، أنا ما بدي أحافظ تماما، يعني يمكن أعراض كثير ممكن يشعر فيها الواحد مع تقلب هالطقس، ولا أسباب متعددة بتكون. لكن النقطة اللي كثير المهمة لازم نحكي أنه لازم يتوجه لطبيب المختص، وما يتناول يمكن أدوية هو معتاد أنه يتناولها بأيامه العادية. لازم أكيد يتوجه، لأنه موضوع الهضم كثير له تأثير على الجسم كله. دكتور، نحن كثير نشكرك لوجودك معنا اليوم، وإن شاء الله نحكي بحلقات مقبلة عن أهم الأمراض الهضمية. أنا بدي أتشكركم، مجالنا الهضمي واسع كثير، بدي أتشكركم لتغطيتكم المؤتمر. المؤتمر مهم جدا، نحن جمعنا مجموعة من زملائنا من شان يطلعوا على ما هو جديد طبيا، مهم اجتماعيا، لأنه هلق من كل المحافظات التقينا مع بعضنا لنثبت أنه نحن وحدتنا الوطنية قوية جدا في سوريا. سياسيا نحن نسجل موقف أن نحن صامدون كشعب سوري، نحن نقف. السوري إنسان صامد، لا يستطيع إرادة الحياة لديه أقوى ولن يستطيع. أكيد دكتور، شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور. الدكتور منصور ناصر الدين، نقيب أطباء سوريا، نائب نقيب أطباء سوريا، شكرا لوجودك معنا. أما هلا